هذا يسأل عن الأعجمي اللي ما يعرف العربية، ما ينطق العربية، قراءة القرآن والعلم للفهم. القرآن ما يقرأ إلا بلسان القرآن، لسان العربي، ما يقرأ بالأعجمي، لكن يمكن يقرأ تفسيره، تفسير القرآن يمكن يترجم، أما القرآن نفسه فلا يمكن ترجمته لأنه معجز، فلا يمكن تجيب كلمات توافق كلمات القرآن أبدا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالقرآن نفسه لا يترجم، وإنما يترجم تفسيره، تفسير القرآن هو اللي يترجم. ولذلك الترجمات الموجودة الآن ما يقال ترجمة القرآن، يقال ترجمة معاني، ترجمة معاني القرآن، يعني التفسير.